يما كيف انك هناك؟ ان شاء الله طيبة موفرة. كيف حال بيتنا والشدر النيمة والحوش والضرا؟ ازيارنا وذقير النبق نعناعك الما شال شرى القهوة وكانون الحلب جيرانك الجاي والورى الشاي والكسر الملاح قعدة الضل والمرى الكل ما تغشان ديك تقعد ترشش في السرى عشاي عرسك مو قريب نقناقة بس ما أشهرها طيبة ومواصلة وبيت حلال دعوات ديمة مسيطرة إن شاء الله نفرح بك عريس ويديك ديمة مخدرة يما مشتاق هالقصص وأحشاني ريحتك وعنبرة دعواتك التسند قفاي جبنة صباحك وبنبرة يما مشتاقك وطن إلا الظروف ما أجبر غربة والشقاوة وكم أسى وحاجات كتار مستنفرة يا يما مشتاقك بحر والشوق شعورا ما بيرى أكاتلنا يا يما الحنين لكل لحظة معبرة يا يما غشان السفر أشرع بواخر ومعبرة وحشنا يا يما التراب الرملة والطين والتمر اشتقنا يا والد الصحاب اللمة والكورة العصر التاية والخرج الكبير السهلة والقوز والكبر حبوبة والغول والحجة الونس في ظل التقر السرحة والقنصم كلاب التر والكاو والمقر اللم في ديوان علي الكسرة والشيم جمر اشتقنا يا والد الزرع السربة والقوم الفجر كفانا يا طيب العذاب دماعنا يومات بتخر اشتقنا لي ريحة البلد وكرهنا للغربة الفقر اشتقنا لريحة البلد وكرهنا للغربة الفقر. النص مهداء إلى الأخ الخاتم باسم السيد تحياتي بشير أحمد ود الكيل.